السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا سادس؟ وصلنا يا سادس للدرس الثالث في مادة التربية الإسلامية، وهو درس فضل العلم. هلأ أنت عندما تأتي إلى المدرسة فإنك طالب للعلم، وهذا طلب العلم يحتاج إلى جهد ومشقة وتعب وسهر الليالي من أجل الوصول إلى النجاح من أجل الوصول إلى الهدف. طبعاً هدف كل طالب فينا أن يكون أو يصبح له مهنة معينة عندما يكبر ويصبح شاب، فهذه الأمور تدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد وتحمل المتاعب من أجل الوصول إلى الهدف. الآن يا مس، العلم فرضه الله تعالى على كل مسلم ومسلمة، فلم يفرضه على الذكر ولم يفرضه على الإناث، ولم يفرضه على الذكر، هو فرضه على كلا الجنسين الذكر والأنثى. فالعلم بالعلم تنهض الأمم وتزدهر الحضارات، ويتم التوصل إلى الأدوية، إلى العلاج الأمراض المزمنة. طبعا بالعلم تنهض الأمم وتتطور، فالعلم أساس التطور والحضارة، فيجب تعلم العلوم وتعلم الطب والهندسة والصناعة والعلوم الاجتماعية وحتى المهن والحرف. يجب إذا لم يكن له في الأكاديمي نصيب، يجب عليه أن يتجه إلى المهن والحرف والصناعة، لأن أيضا هي ميادين مطلوبة في سوق العمل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم هنا هو الذكر والأنثى. الآن ما هي فضل العلم وآثاره؟ ما هي فضل العلم وآثاره؟ اكتبوا السؤال: ما هي فضائل العلم وآثاره؟ أولاً، الآن أنا اللي بخليني إني أتعلم وإني أصبر وأتحمل المتاعب والمشقات وأثر الليالي، فضل العلم وأثره عليك إنسان. أول أثر هو العلم، هو ميراث الأنبياء، لأن الأنبياء والرسل جاءوا بالعلم، جاءوا إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إلى تعريفهم بخالقهم الذي خلقهم، وتعريفهم بأن هناك إله واحد يجب علينا أن لا نعبد غيره ونترك الجهل. أيضا تنين سبب في دخول الجنة، لأنه أنت لما تتعلم فأنت بتتعب، تسهر الليالي، طبعا هذا بتطلب منك تعب وجهد وصبر. ثلاثة، ثواب مستمر حتى بعد الموت، فإذا مات يعني رجل ينقطع عمله عن الدنيا إلا ثلاث: صدقة أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم لا ينقطع أثره حتى بعد موت الشخص. أيضا سبب في نهضة الأمة ورقيها، الأمة تنهض وتتطور نتيجة لأنه أفرادها ومواطنيها يلجؤون إلى العلم والتعلم. أتدبر الحديث النبوي الشريف الآتي وأستخرج إحدى فضائل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما هو الفضل الذي ذكر، أو فضل العلم الذي ذكر في هذه الآية؟ إنه سبب في دخول الجنة، العلم سبب في دخول الجنة. الآن الإسلام اهتم بالعلم، كيف اهتم بالعلم؟ ما هي مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم؟ إنه جعل العلم فريضة على المسلم والمسلمة، يعني على الرجل والمرأة، وأيضا رتب على هذا العلم الأجر والثواب العظيم من الله تعالى، وأيضا جعله سبب في قوة الأمة،
لأن الأم كيف ترقى بالجهل؟ لا، بالعلم والتعلم والمعرفة. إذن في عنا سؤال، ما هي مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم؟ واحد، جعل طلبه فريضة على الرجال والنساء. اثنين، رتب عليه الأجر والثواب. ثلاثة، جعله أو عده سبب في قوة الأمة وعزتها. الآن هل العلماء هم كسائر الناس، يعني مثل الشخص الذي لم يتعلم ولم يسهر الليالي ولم يجتهد ولم يتعب ولم يسهر الليالي؟ لا، أكيد لا. فالعلماء رفعهم الإسلام وعدهم الله تعالى أعلى منزلة من غيرهم من الناس أو من المسلمين، وفضلهم الله تعالى على غيرهم. فقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا الدلالة على أن الإسلام رفع من مكانة العلماء. في عنا سؤال على الفقرة: علل رفع الإسلام قدر العلماء وأعلى منزلتهم. علل رفع الإسلام قدر العلماء وأعلى منزلتهم. السبب في ذلك أنه فهم الذين يرشدون الناس إلى فهم الذين يرشدون الناس إلى الخير. طبعا هم من أشخاص العلماء، هم اللي يرشدون إلى الخير، يرشدون إلى المنفعة، يرشدون إلى الفائدة، وأيضا يبينون لنا الأمور الصحيحة في ديننا الإسلامي، وأيضا يقدمون لنا العلوم وما نحتاج إليه في هذه الحياة الدنيا. إذا علل رفع الإسلام قدر العلماء وعلى منزلتهم بسبب: واحد، هم الذين يرشدون الناس إلى الخير، أكيد يرشدوننا إلى العلم والمعرفة. اثنين، يبينون لنا الفهم الصحيح للدين، ثلاثة، يقدمون لنا العلوم وما يحتاجون إليه، وهيك يا مس طبعا بنكون أنهينا الدرس. طبعا قبل ذلك في عنا إضاءة على فضل العلماء لعمر بن الخطاب، قال رضي الله عنه: إني لأرى الرجل فيعجبني. يعني عندنا بنظر للرجل من أول نظرة، بيعجبه شكله ومظهره الخارجي، لكن إذا علم أنه ليس له حرفة فيقول أنه سقط من عيني، يعني لم يعد له قيمة في نظر، لأنه ما له حرفة ولم يتعلم علم نافع ينفع به نفسه وينفع به الآخرين. وهيك يا سادس بنكون أنهينا الدرس. حلو أسئلة الدرس ويعطيكم العافية.